أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في سفر ولما وصلنا إلى بلدنا وجدنا الناس قد صلوا العصر منذ ساعة، فهل يشرع لنا الأذان والإقامة عند الصلاة أم نكتفي بأذان البلد؟ يكفي أذان البلد، لا تشوشون على الناس، لا تشوشون على الناس. لكن لو أذن خفية ولا يسمعه إلا من حوله من زملائه، أذان خفية ما يتمدد إلى خارج، فلا بأس. نعم.